انطلقت اليوم أعمال الملتقى الخليجي السادس للمحاسبين والمدققين الذي تنظمه أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية المحاسبين البحرينية، وتستمر أعماله إلى يوم غد. يهدف الملتقى إلى اطلاع المختصين في هذا القطاع على آخر المستجدات فيه، إلى جانب مناقشة السلبيات وإيجابيات جائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي. تحت شعار التحولات في المعايير والممارسات المحاسبية والتدقيقية، يأتي الملتقى الخليجي السادس للمحاسبين والمدققين ليسلط الضوء على آخر المستجدات في قطاع المحاسبين والمدققين بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين. الملتقى الخليجي للمحاسبين والمدققين ركز في دورته السادسة على تأثيرات جائحة كورونا على مهنتي المحاسبة والتدقيق. كثير من الممارسات اختلفت من بعد الجائحة، مثل ما الحضور في المؤتمر صار جزء كبير منه عن بعد، حتى الممارسات التدقيقية صار فيها جزء عن بعد، وصار في مثل الداوت عند بعض المدققين ان هل هذا الاجراء ممكن انه هو يحافظ على الجودة او لا. واحنا جايين اليوم في هذه الملتقى اساسا نناقش تبعات الجائحة وتأثيرها على المعايير والممارسات. وقد شملت أعمال اليوم الأول للملتقى ثلاث جلسات، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، والجلسة الثانية كانت عن أفضل الممارسات الحديثة في المحاسبة والتدقيق، في حين ناقشت الجلسة الثالثة تحولات المهنة قبل وبعد الجائحة. طبعا أول شيء حابة أتقدم بالشكر الجزيل لمنظمين الملتقى على جهودهم الطيبة واهتمامهم بأنهم يرتبون هالنوع من الملتقيات لمهنة المحاسبة والتدقيق تحديدا، نظرا لدورها المهم حاليا في القطاع الاقتصادي بشكل عام على مستوى القطاع الخاص وعلى مستوى القطاع الحكومي أيضا. اليوم أنا المحور الأساسي اللي راح أتكلم عنه هو الحوكمة. طبعاً لا شك في أن الحوكمة من تعتبر عنصر مهم وأساسي في إدارة الشركات. طبعاً اليوم راح أتكلم عن دور الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والمحاسبة. مع تطور التقنيات راح نشوف تحول جذري من الطرق الاعتيادية في التدقيق والمحاسبة إلى استخدام التعلم الآلة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ومقارنة البيانات الموجودة اللي كانت تعمل في السابق بشكل روتيني إلى بشكل أسرع وبتقنيات متطورة. هذا وسيتضمن اليوم الثاني للملتقى الخليجي السادس للمحاسبين والمدققين ورش عمل حول المعايير التدقيقية للأمن السيبراني والتحولات في معايير أعداد الحساب الختامي. والآن